التجار. لقد وصل السيل الزبا كما كيقولوا. كما كتعرفوا كلكم بدينا معهم باش يدوا لنا شي حل لهاد المصيبه اللي تسلطات علينا هنا. هاد الناس هادو هاد المسؤولين بغاونا نعيشوا دلال، والله ما نعيشوا دلال. الموت وما نعيش دلين. تكبير. الموت وما نعيش دلين. اللهم هذا منكر. اللهم هذا منكر. كنمجد النداء ديالي العامل صاحب الجلالة لاخر مرة. العامل صاحب الجلالة ورئيس جماعة ينهوا علينا بالهزالة هذه. والله ما نفك معاهم تحت الأرض ولا نعيش بكرامة تحت الأرض. وكنوجه النداء ديالي لصاحب الجلالة هاد الناس هادو هاد المسؤولين هادو إلا ما يديرولناش الحل حنا كنستنجدو سيدنا ناصر الله تعالى. أجل الملك. الله يخلي لنا ناصر الله سيدنا. أجل الملك. أنا ما كنتش نطلب الصيغة ديال سيدنا على حساب براكة حشوما نهضرو على براكة لسيدنا. يا عباد الله أكثر من 1000 تاجر لا لا بما حالتهم هنا ما عندهم حتى صوت. لا عمال هاد الناس ما عندهم حتى صوت كتفلاو عليهم تما ما فهمناش. إذا حنا لاجئ حنا لاجئين في هذا الوطن هذا. ولكن الحمد لله كاين سيدنا ولا غادي ينصفنا اللي غادي ينصفنا ونعيشوا بكرامتنا. ولهذا أنا كنعلن على الإضراب عن الطعام ابتداء من غدا إن شاء الله. والسلام عليكم.